في الاخر كنحصلوا على هاد النتيجه. سلام واليوم غادي نخدموا مع بعضياتنا واحد لاغوسيط كتجي كتحمق في المذاق ديالها. كاين واحد لو ميلانج دو غو ديال ما بين سيترون ومذاق ديال اللوز. يلا باش نبداو. باش نبداو غادي ناخذوا الزبده، ودائما شعار النوعيه الممتازه. انا في لاغوسيط كنخدم بالزبده سبيسيال باش كناخذوا نتيجه زوينه مع مذاق حتى هو خصو يكون زوين. نضيف له السكر، عصير الحامض، غادي نديهم الفوق العافيه غير يذوبوا ونعاود نرجع. كناخذوا السكر نزيدوا عليه صفار البيض، كنزيد عليه بيضه كامله، مايزينا، ونحرك. رشيشة ديال الملح. ملي داب الخليط الاولاني ديال الزبده وعصير ديال الحامض والسكر، غادي نزيدو خيط على الخليط الثاني بحال هكذا مع التحرك. ضروري خصنا نحركو، راه الا ما حركتوش مزيان غادي يطيب لينا البيض. نعاودو نردوه الكاسرونه ونديوه فوق العافيه حتى كتجمع لينا لا كريم. وهذه هي النتيجه الاخريه ديال لا كريم سيترون اللي غنقادو اللي قادينا عفوا. غادي نغطيها او كونتاكت ونحطها باش تبرد وندوزو باش نصاوبو الملوزه. غادي ندوزو كما قلنا باش نصاوبو الملوزه. هنا خديت اللوز سلقتو قشرتو نقيتو وحطيتو دوز ليله كامله، زدت عليه السكر وطحنته في الطحانه وعطاني هذا لو ريزولطا. غادي نزيد عليه الحامض، قشور الحامض عفوا. غادي نزيد عليه الخميره، الزبده ذوبتها، بيضه كامله وصفر بيضه. نعجنهم مزيان، ملي عجنناها مزيان ها هي كتبان لكم كي اللي كدير بحال كنشوف كي كتبان كتبري. غادي ندوزو باش نكوروها وندخلوها طيب. ديجا خدمنا مع بعضياتنا لاباط سابلي ديال لي طارتوليت، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف من بعد باش ترجعوا ليها تشوفوا الا بغيتوا تشوفوا كيفاش كنقادها انا. خديت صفار البيض، زدت عليه فاني ولا كريم فريش، حركتهم مزيان مع بعضياتهم باش غادي ندهنوا لي بيتي فون دو تارتوليت، هاد لي تارتوليت الصغيورين قبل ما ندخلوهم مع الغريبه ديال اللوز اولا عفوا اللوزه ديالنا باش تطيب. وغادي نبقى بحال هكا غادي حتى نساليهم كاملين ونعاودو نرجعو. غادي ندخلهم باش يتشمعو ونعاود نرجع. غادي ناخد العقدة ديال اللوز، غادي ندير فيها 10 غرام، غادي نكورها ونحطها في سكر كلاصي سبيسيال بحال هكدا، ديرلها بحال هكدا. على جنب وبنفس الطريقة حتى نكمل العقدة كاملة ديال اللوز.
تشمعوا ليا لي طارتوليت. غادي ندير لا كريم سيترون لي صوبنا بحال هكا. وناخذ الملوزه ولا العقدة د اللوز ونديرها من الفوق بحال هكا. دابا غادي ندخلوهم باش يطيبوا على 150 درجه مده ديال 10 دقائق، وفي الاخر كنحصلوا على هاد النتيجه. شكرا بزاف وصلتوا معنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى لا غوسيت تعجبكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر جيم، ابوني، بارطاج، وبسلامه.